حريق في مخيم موريا يزيد الوضع بؤساً ويعري حالة اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية. آلاف اللاجئين يبيتون في العراء رغم جهود السلطات اليونانية لاحتواء الأزمة منذ أكثر من أسبوع. ووسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين، تم نقل المئات منهم إلى مخيم مؤقت، فيما يرفض الباقون ذلك وفق الشرطة اليونانية. وزير الهجرة اليوناني هدد بإجراءات أكثر صرامة مع طالب اللجوء. تظهر الحرائق الأخيرة الحاجة إلى الإغلاق الفوري لمراكز استقبال المهاجرين واللاجئين المفتوحة بطريقة فوضوية، وإنشاء مراكز مراقبة مغلقة توفر ظروفا إنسانية مع سياج مزدوج وأنظمة دخول خاضعة للرقابة وأنظمة مراقبة وأمن من الحرائق. لا يمكننا السماح بالقيام بمزيد من الأعمال المنحرفة، فهي غير مقبولة في بلدنا. الحرائق التي اندلعت منذ أسبوع في مخيم موريا وجهت فيها السلطات اليونانية أصابع الاتهام إلى اللاجئين بإضرام النار عقب عملية عزل لأكثر من 30 مصاباً بفيروس كورونا. وانتقدت منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية مراراً وضع المخيم بسبب الاكتظاظ والظروف غير الإنسانية هناك. ينبغي تقديم المساعدة لحوالي 8000 شخص الليلة إذا وصلوا إلينا، لأنه كما تعلمون هناك 1100 شخص في المخيم الآن، معظمهم من الضعفاء. الأشخاص الذين كانوا في موريا يمكن أن يأتوا إلى هذا المخيم، ونشجعهم على ذلك لأن عملية تسوية وضعيتهم تتواصل من هنا وإجراءاتهم أيضا. ويعيش أكثر من 12000 شخص من طالب اللجوء، معظمهم من أفغانستان وسوريا وآخرون من إفريقيا، دون مأوى أو رعاية صحية أو طعام بعدما دمر الحريق مخيم موريا أكبر مخيمات اللجوء في اليونان وأوروبا.